شكرا باكستان، والله 100 100. اهلا وسهلا ومرحبا يا اخوان. اليوم هو يوم الجمعة، حاليا طالعين انا ونور وجاكي الاستاذ علي المشعل. الله يحييك. اهلا وسهلا. الحين احنا في بيت الشاهي. بيت الشاهي اريبيان، بيت الشاهي العربي كذا صح الترجمة. اي المكان هذا جميل جدا، اكلهم عظيم، والاجمل من هذا كله الشاهي حقهم. اللي راح يصير الحين انه تقريبا باقي ساعة 4:30، الحين ماشيين لمكان عظيم جدا، وهو جانب اخر من دبي. فيه اخواننا الهنود والباكستانيين في هذا اليوم طبعا دائما اللي هو يوم الجمعة عندهم اجازة، ففي هذا اليوم الوحيد دائما يسوون اكتيفيتيز، اللي هو يلعبون كريكت، يسوون شيء، يجتمعون كلهم مع بعض. بس في دبي في مكان هنا محدد يجتمعون كلهم عشان يتصارعون. يلا يلا مشينا نروح الحين. يلا 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 يا بن علي. يلا حيهم يا بن زاد. يا هلا والله. وين رايحين؟ ابد والله قاعدين نمشي السياح نور وجاكي. جاكي سي هاي. هاي. باقي تقريبا 8 دقائق لين ما نوصل للمكان. اوكي يا اخوان وصلنا، وتوقعت انه فيه بس شوي، لا مليان. تنزل لي فايت؟ يا حبيبي جبالك. وصلنا اخيرا ل المصارعة الباكستانية، واليوم راح نصور هنا. الغريب في الموضوع انتم لو تشوفون في دائرة في النص، هذه الدائرة ما لها دخل، هي بس حلبة، اللي يطلع برا الدائرة يرجعونه. الشرط الوحيد عشان تفوز لازم تقلب الخصم على ظهره عشان تفوز. والله يا خوي بس قاعد افكر اني اشارك بعد كذا ميرا جورجو جوجا ما كره كما في هذا الشيء. انت بتشارك؟ اي والله يا خوي شوف اجسامهم باكستانيين ما يرحمون. اي هم باكستانيين احنا سعوديين. يلا خلنا نشوف انا ايش بتسوي. اضبطنا يا فخر السعوديه يا فخر العرب. والله شوف هي الخايسه اذا انجلت مو حلو، مو حلوه. احنا بنضحك يا خوي. اذا انجلت ما راح انزل الفيديو. لا بس تدري شلون؟ لازم تلبس مثلهم. ايش البس؟ تلبس مثلهم. اللبس اللي يلبسونه تلبس مثلهم. لا يا ولد عشان العوره. خلنا كذا اوكي. خلنا نشوف. لا بس علق التيشيرت انك تشيله. اشيل امه. اشيل ايش؟ تشيل امه. امه. ايش اللي صار محمد؟ يبغاني البس سروال صغير زيهم، ولعلنا قلنا له يعني ما يصير، يعني احنا سعوديين يعلمنا سعوديين يعلمنا ما تبغى تبين خلق يعني برضو المكاوة كبيرة يعني ما ودي اوري الناس، عرفت؟ الله يعطيك العافية. انا جيت هنا عشان امحي نظرية الباكستاني اقوى واحد في العالم. انا ابغى اوريهم ان اليوم ان السعودي هو اقوى واحد في العالم، وجاء الوقت اللي اوريكم شيء هذا. بهديانا امتياز بلوان بكات بهيد بكان دا باكستان دا Final round.
ثابت ايش احساسك محمد والله فرحان اخوي شوف ما شاء الله اسمع اسمع هلا انخلع كتفي الخطة كانت اني ارفع راس السعودية لكن والله مو انا اللي يعني ان شاء الله مرجعي مرلي ان شاء الله مرجعي شباب ما في خوف من كفيل انا ما في خوف ان شاء الله كلنا انا باكستاني سعودية صديق يعني الحين احسب انه قاعد يسوق هذا لسه في واحد علي صور فوتج والكتف حقه مخلوع اتركب تاني عموما يا اخوان اتوقع هذه كانت نهاية الفيديو لا تنسون تسوون سبسكرايب ولايك وشير مو عشاني عشان كتفي اللي انخلع نروح مستشفى صح لازم ضروري الحمد لله انا كويس بس مكوى تايبان راس تايبان دكتور دوك ابرا مكوى